والله ما جايين نساهر بالناس وننبذهم ونسيء لهم ونساوين في البيوت بيسمعونا وناس كبار قاعدين في سرائرهم وفي غيره، ما جايين ندعب الناس ولا نزعجهم، جايين خايفين على الناس من عذاب الله تعالى. ناس ترجع الزول يقعد مع نفسه يحاسبها ويندم ويشوف تقصيره في شنو، قال بنادي الشيخ يتوب يلجأ إلى الله تعالى، قال بيشيل راحت منه حاجة بيمشي للفقيه يتوب إلى الله تعالى ما تمشي له، المعلق حجاب اقطعه توكل على الله سبحانه وتعالى، والله المعلق في طفله كمون اقطعه يبقى مارق، الزول عقيدته تبقى في الله نظيفة، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى، ده في البخاري ومسلم، ما حق جماعة ولا بندعوك لجماعة ولا تبقى مع طائفة، اعفي لحيتك زي ما الرسول عفى لحيته صلى الله عليه وسلم، ما تشتغل بالناس، خلي عندك قرار وخلي عندك رأي سديد تمش به، شو تخجل من الناس والله بيقول لي كذا والناس اللي بيضحكوا علي والزول يعني بيسلم من الناس، والله ركبت عربية يقول لك دي جابه من وين، إن مشيت بكرعيك لك شوف الزول ده يابس كيف، ما تركب لك ركشة، والله الذي لا إله غيره، تبقى مفلس يدعبوك، تبقى غنيان يكرهوك، الجماعة يجوك في النهاية، تبقى زول دين يجي يضحكوا عليك، وانت مشدد وخليت الشغلة وحجرت على نفسك بعد شوية بتجن وإلى آخره، ده زول الدين، تبقى زول دنيا زاي بتاع غنى ولخبطة يقول لك درم تالي زاي، تبقى نص نص يقول لك يا تمش كدي يا تمش كدي، ما تتلولو يقول لك هتعمل لهم شنو يعني دل، والله شكي الشافعي قال رضا الناس غاية لا تدرك، كما في شرح كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، رضا الناس غاية لا تدرك، ودار ترتاح في الدنيا دي لازم القرآن واتبع السنة وما تلتفت لكلام الناس، والله لو مدحك أهل الأرض أجمعون كلهم قاعدوا يمدحوا فيك، تخش الفيسبوك تلقى يمدحوا فيك، والله الزول ده راجل والزول ده كريم والزول ده طيب والزول ده تمام، تخش اليوتيوب تلقاهم يعلقوا يمدحوا فيك، تجي الفريق النساوين والرجال ما شاء الله ان شاء الله ولدي يبقى زيك والى اخره، والامه جت تمشي الجامع يمدحوك، تخش قبرك يدفنوك، العالم ده جت ما بديك حسنه واحده، كلهم اللي بيشكروك ديل ولا حسنه، ولما نجوا يدفنوك ما بيدفنوك اعدائك، الزول المشاكلك ده ما بيجي المقابر، أولادك يعزلون تعال يا فلان، أولادك هنا اللي بيدخلوك جوا الشغلة دي ويقفلوك ويرجعوا البيت زهجانين وذبحنا وعملنا والكشف ده ما لتق وما هي تمام، انت ساوي البدعة من البداية ليه؟ والشغلة دي ما غطت ما أصلها ما غطت في الدنيا وفي الآخرة برضه ما بتغطي معاك، الشغلة دي ما بلبلبل بعدين يجوا يتقاسموا قروشك ويضحكوا بها ويأكلوها ويشربوا وانت في قبرك خلاص مشيت غادرته، عشان كذي كما قال بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله تعالى عند الموت لما بكى بعض أهله وبعض الناس قال كلكم يبكي لدنياي أما منكم من أحد يبكي لآخرتي، كلكم بتبكوا عشان بتريدوني وأنا مفارقكم، يعني أنا فارقتكم بتحزنوا، كلكم بتبكوا عشان خايفين من الحزن أو متضايقين، ما فيكم واحد بيبكي عشان انا ماشي لقدام ماشي لقبر وقيامه والى اخره، فلذلك يا جماعه انسان يقعد يحاسب نفسه يتوب، المهم حافظ على الصلوات الخمس من الليله، الصبح اذن اضبط المنبه قوم بالليل اتضرع لله وانكسر له، موضوع ده خطير لقدام، والله نحن في غفله، زول الابن ادم ده ياخذ كله متر ونص، بعدين بيجوا ملائكه بينزلوا، ملك يا اخي الملك الواحد جبريل عليه السلام 600 جناح، إذا فرج ناحين بس بسطين اثنين يسد الأفق، اثنين من 600 بس فراين الشمس بورا ما بتشوفها، ملائكة قدر دي كلها بتنزل لك انت المساكين ده تنزل لك انت في الموت، اكتموا نفسك واقلعوا روحك وماشي لقدام هناك، تعرف الحاصل في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وولده،
أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أسألك بالله أنا وإنت الليلة دي هسدي في الحلقة دي، قالوا ملك الموت جاي نازل كذا التاسي جر الشبكة دي، جر الملف ده اللي ورا، العمل ده بتاعك ده بغطي وعملي ده بغطي، والله الذي لا إله غيره، فيه كم حفلة، فيه كم معصية. آدم عليه السلام مرق من الجنة كم معصية عملها، أكل من الشجرة، ذنب واحد مرق من الجنة طق جاء الأرض. نحن كم معصية في الصحيفة، نسأل الله يتغمدنا برحمته ولا نيأس من رحمة الله، والله لو ملينا الأرض ذنوب. نحن عندنا يقين الإنسان إذا قعد لله في الأرض وانكسر يتضرع لله وتاب إلى ربي ولجأ إليه غفر الله له جميع ذنوبه. فالناس يا جماعة تقعد تتوب وترجع إلى الله، والكلام يطول.